قد تشرفت بتمثيل السيد رئيس الجمهورية في القمة 36 الاتحاد الإفريقي، والتي كما تعلمون كان موضوعها هذا العام هو تفعيل منطقة التبادل التجاري الحر الإفريقي. وكما تطرقت القمة إلى عدة مواضيع أخرى تهم القارة بصفة عامة، خاصة ما تعلق منها بالأمن والسلم الإفريقيين، حيث طرحنا وجهة نظر الجزائر في كيفية تفعيل آليات السلم والأمن من أجل الوصول إلى هذا الاستقرار الذي نتمناه لقارتنا. وقد كانت هذه فرصة لنا لاستعراض قرار السيد رئيس الجمهورية بضخ 1 مليار دولار أمريكي للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي، وهي تمثل إضافة كبيرة بالنسبة لتفعيل آليات التضامن الإفريقي. المقاربة الجزائرية تتمثل في أنه لا يمكن للسلم والاستقرار للسلم والأمن في إفريقيا أن يكون واقعيين من دون تنمية، من دون تنمية فعالة. وبالتالي فهذا القرار الصائب جاء لمساعدة هذه الدول الإفريقية في الخروج في مسار تنموي ناجح يسمح للشعوب الإفريقية طبعا بالاستقرار على مستوى بلدانها، وبمزاوجة طبعا التنمية المحلية مع البعد الاندماجي للمشاريع التنموية في إفريقيا. وهذا الهدف من الوكالة الجزائرية للتضامن والتعاون الدوليين، والتي طبعا سوف تباشر مهامها من أجل تكريس هذه المشاريع في الأيام المقبلة إن شاء الله. وهذا ما يكرس نظرة الجزائر في مساعدة إفريقيا ومرافقتها من أجل أن تلج المسارات التنموية التي تسمح لها طبعا بتحقيق هذا الأمن وهذا الاستقرار وهذا الانتقال في مجالات التنمية. وهذا عهد الجزائر منذ بداية الاستقلال، حيث كرست البعد الاندماجي بالنسبة لمنشآتها القاعدية، خاصة الموجودة على مستوى الحدود. وأنتم تعلمون بأن أول مشروع اندماجي كان طريق الوحدة الإفريقية، ثم جاء بعده طريق الألياف البصرية الذي الهدف منه هو تقليص الفجوة الرقمية بالنسبة للبلدان الساحل وأبعد من ذلك كذلك، وطريق تندوف الزويرات طريق الوحدة مع غرب إفريقيا كذلك. فكلها مشاريع ذات أبعاد طبعا تنموية وذات أبعاد اندماجية تسمح للقارة الإفريقية بالولوج في مسار تنموي جاد وعصري يسمح باستقرار الساكنة ويسمح بأن تذهب في تحقيق السلم والاستقرار القاريين اللذان نصب إليهما جميعا. والله هناك عمل يعني يجري الآن تحضيره على مستوى القادة من أجل أن تكون إفريقيا تتكلم بصوت واحد وليس بأصوات متفرقة، ليس فقط من أجل حلحلة مشاكل القارة، فمشاكل القارة يجب أن تحل قاريا وعلى مستوى القارة. وهذه كانت قرارات رؤساء الدول في القمم السابقة، ولكن من أجل أن تكون لإفريقيا وجهة نظرها المسموعة وأرائها المسموعة على مستوى المشاكل التي يعرفها العالم، وخاصة التي تؤثر بصفة مباشرة على إفريقيا. فكل الحروب وكل المشاكل الموجودة حاليا تؤثر على سلاسل الإمداد وتؤثر على أسعار المواد الأولية، وهذا طبعا ما يؤثر بصفة جلية وبصفة كبيرة على ميزانيات الدول الإفريقية، والتي تؤثر عليها كذلك أزمة المديونية. فأزمة المديونية حاليا تشكل العائق الأساسي بالنسبة للدول الإفريقية لكي تلج في مسار تنموي حقيقي. فطالما لم نناقش هذه المشكلة، مشكلة المديونية وما تمثله من عوائق، فلن نتقدم كثيرا في مسارات تنموية حقيقية وجادة. فالجزائر من موقعها الحمد لله أنها دولة يعني ليست لديها مديونية خارجية، ولديها الآليات المالية والاقتصادية التي سمحت لها بتحقيق التوازنات الكبرى، يمكن أن تساعد كثيرا في هذا المجال، ولن نبخل بهذه التجربة على الدول الإفريقية الشقيقة. إن على مستوى منظمة الاتحاد الإفريقي أو على مستوى المجالات الأخرى التي يمكن أن نسمع صوت إفريقيا فيها.